وسهلا الغزاله ديالي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم طبعا تشاهدوا هذا الفيديو هذه تكونوا باتم الصحه والعافيه ان شاء الله. نبدأ بصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبق اليوم كيف ما تشوفوا معايا في هذا الفيديو هو السفافة آلة البخار ديال بيم. كانت صراحة أول تجربة لي، وقلت علاش لا نشاركها مع المتتبعين ديالي، إن شاء الله تعجبكم. كيف ما كتشوفوا معايا الآلة ديال البخار ديال بيم العجيبة هي هذه، شاف ماكس سميتها. الثمن ديالها دايره 120 درهم، صراحة غزالة وكتنفع بزاف، كتسهل عليكم بزاف ديال الحوايج، يعني عديدة الاستعمالات ماشي فقط غير الخضرة، وهذا يعني ممكن ديروا بها اي حاجة جات لكم على بالكم انكم ديروها فيها. صراحة انا نفعتني بزاف، واخا من البلاستيك ولكن البلاستيك ديالها واخا تيطيح ما تيترس ما شي حاجة. انا اليوم تحديت راسي وقلت ندير فيها السفة علاش لا. وفي الاخر الحمد لله صدقت ليا وجات زوينة. كيف ما كنشوفوا انا غادي نضيف كاس ديال الماء في هاد الالة البخار، وديري لكم واحد الشريطه انكم خاصكم ما تفوتوهاش. وما انا درت كاس الماء، ومن بعد عاد زدت المسبدات كتنشف لي وزدت ثاني كاس الماء اخر. كيف ما كتشوفوا فيها جوج ديال الكساكس، كنعتذر على التصوير شويه ما مقادش. صافي كناخذ نص كاس ديال الزيت كنديرو في نص كيلو ديال شعريه السفه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كندهن داك السفه كامله بداك الزيت، المهم كامل داك الزيت يوصل ليا شعريه السفه كامله. من بعد غادي نضيفها في الكسكاس. كيف ما شفتوها راه صافي تلبسات ليا كامله بالزيت. صافي غادي نديرها في الكسكاس ونحطها باش تفور. إذا كانت عندكم كمية كثيرة راكم تديروا الكسكاس الثاني، كديروا هاد السيرك اللي كاين وكتحطوا فوق منه الكسكاس الثاني وتضيفوا فيه حتى هو الشعري اللي باقي ليكم او لا اللي بغيتوا. صافي كتسدوا بالغلاقه ديالها هي هذه. انا هنا غادي نحتاج غير واحد، لو كنت غندير كيلو كنت غنحتاجهم بجوج، دابا درت نص كيلو اذا وحده فقط كافيه. صافي وغادي نسدها. ما بغيتوش تسدوها ما تسدوهاش، ماشي ضروري انكم تسدوها لانها هي غير كتبخر بحال هادي لينا في البرمة عادي. صافو كنشعل انا على جهدها، ماشي تنحددش ليها الساعه. صافو تنخليها تفور هنا. من بعد ما فارت ليا كيف ما كتشوفوا راها بسرعه بسرعه فارت ليا الفوره الاولى بسرعه، يعني ما تعطلش فيها. في نص ساعه ديال المكانه كانت السفه موجوده عندي، صافي حطيتها نص ساعه كانت موجوده، صافي درت لها فورات كاملين ديالها بثلاثه صافي وحطيتها كانت واجده. يعني يجيك عندكم الضيف على غفله ممكن توجدوها. كيف ما كتشوفوا من بعد ما حيتها من الكسكاس درتها في الطويصه وكبيت عليها الماء طايب، درت مقراش فيه الماء سخن مزيان وكبيته عليها. صافي كتاكدوا من داك الماء راه وصل للشعريه كامله، ما نخليوهاش في مده طويله باش ماشي طيب لينا تهرى لينا بزاف. صافي وناخذوا شبكه ونصفيوها كيف ما كتشوفوا معايا، ما نخليوهاش في بزاف فقط غير شويه وتحيدوها. صافي نصفيها من داك الماء ونخليوها تنشف. صافي هنا من بعد ما نشفت لي درتها في القصريه وغادي نحلها.
ممكن الصيانه بشويه ديال الماء بارد الا جاتكم سخونه وتبغوا تفكوا شي حاجه، الصيانه بشويه ديال الماء بارد غير شويه تقريبا واحد ربع كاس فقط صافي، كتحلها كيف ما كتشوفوا راه حليتها بكل سهوله، ما تعطلت فيها ما حتى شي حاجه، جات محلوله وهي هذيك صافي. من بعد ما نشفات لي كيف ما كتشوفوا غادي نعاود نرجعها للكسكاس ديالها. صافي كنرجعوها تفور لينا المره الثانيه كيف ما قلت لكم، ما بغيتوش تغطيوها بالغلاقه ما تغطيوهاش ماشي ضروري. صافي هنايا راها وجدات لينا، صافي غادي ندير ليها الفوره الثانيه. كنكبوا عليها شويه ديال الماء طايب للمره الثانيه، كيبقى الماء طايب على حسب النوعيه ديال الصفه اللي عندكم، الا كانت عندكم ديك الصفه الرقيقه رقيقه بزاف غتكتفيو مره واحده في بالماء طايب، المره الثانيه تعاودوا غير بالماء بارد صافي. هادشي كيبقى على حسب النوعيه ديال الصفه اللي عندكم. انا عندي هنايا الماركه الممتازه، اذا واخا درت ليها المره الثانيه المسخون يعني ما تاثر فيها ما حتى شي حاجه عادي. هذه هي طريقتي دائما في الصفه، هي هذه لا في البرمه العاديه لا في هاد البخاره نفس الطريقه درت صافي. من بعد ما قطرتها من هاد الماء غنديرها في القصريات نشف ليا مزيان. كيف ما كتشوفوا هي محلوله ما مجموعه ما مكوره ما حتى شي حاجه، راها محلوله مزيان ما معجنه ما حتى شي حاجه. تبعوا غير الطريقه اللي قلت لكم وعلى حسب النوعيه ديال الصفه اللي قلت لكم تكون ماركه ممتازه وما تخافوا ما حتى شي حاجه. صافي كنرشها بشويه الماء والملحه، ضروري الملحه خاصنا نديروها فيها. صافي نخلط داك الملحه معاها ونخليها تنشف ليا، من بعد غادي ندير لها الفوره الاخرى اللي عليها غادي نحطها ان شاء الله، ما كتاخذش وقت نهائيا. دابا كما كتشوفوا من بعد ما خديت واحد شويه ديال الزبيب كنرطبه في الماء، كنديروه في القاع ديال الكسكاس كيف ما كتشوفوا كنديروه هو الاول. عاده ناخذ الصفه ديالنا من بعد ما نشفات كيف ما لاحظتوا معايا، عاده نحطوها فوق من الزبيب ونخليوها تفور لنا المره الاخرى. صافي عليها غادي نحطوها ان شاء الله تكون واجده. هنايا غادي نحتاج جوج ديال الكساكس، غادي نستعملهم جوج لان الكميه ديالها ضعفت ليا، الكميه ضعفت ليا اذا غادي نستعمل الكساكس بجوج كيف ما غادي تشوفوا معايا. دابا قسمتها على جوج صافي، غادي نديرها غادي تفور كامله في مره واحده. صافي دابا غادي نديرها تفور وان شاء الله صافي غادي تكون واجده من بعد ما درناهم جوجهم يفوروا.
هاي من بعد ما فرت لي ان شاء الله غادي نزيدوا ليها السكر الثقيل وزوج شي معلقه ديال الزبده. انا مثلا ما بغيش فيها الزبده بزاف، فقط غير شويه غادي نخلطوها باش هذاك الزبده ديالنا تذوب. صافي هنا من بعد ما درتها في طبق التقديم كتجي على الشكل هذا. صراحه كتجي غزاله 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 بزاف. كنتمنىكم انكم تجربوها وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. كنتمنى انها تعجبكم. المذاق ديالها جا لذيذ بزاف. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس لكي باش توصلوا بالجديد ديالي. والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.